في إطار التنزيل الدقيق والفعال لبرنامج عمل وزارة التربية الوطنية الملتزم به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشتغل مديرية توريرت على مجالات أساسية وتحظى بالأولوية في إطار برنامج عمل الوزارة والأكاديمية الجهوية، وخصوصا تطوير وتعميم التعليم الأولي على الأطفال في سن 4 و5 سنوات، تطوير وتجويد عمليات الدعم الاجتماعي، برنامج تيسير النقل المدرسي، مليون محفظة، المنح والداخليات والإطعام المدرسي، توسيع العرض المدرسي الخاص بالمدارس الجماعتية، الاستمرار في تأهيل المؤسسات التعليمية، تعويض البناء المفكك، تحسين التوجيه المدرسي والمهني، تقوية وتوسيع المسارات اللغوية. في إطار المشاريع الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة بتاريخ 17 سبتمبر 2018 قامت المديرية الإقليمية بوضع خطة عمل متكاملة بتنزيل برنامج وطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي بإقليم توريرت، ويرتكز البرنامج الإقليمي على 3 محاور أساسية. أولا، التكافؤ الفرصي والإنصافي عبر توسيع العرض المدرسي بإحداث 104 حجرة، منها 50 حجرة مبرمجة للسنة المقبلة بالمؤسسات الابتدائية العمومية. ثانيا، جودة التعلمات عبر تكوين المربيات العاملات بالمؤسسات العمومية والمربيات بالتعليم الأولي غير المهيكل في مجال الهندسة المنهجية للتعليم الأولي. وفي هذا الصدد تم تكوين 261 مربية إلى حدود شهر ماي من السنة الجارية. ثالثا، تعبئة شركاء المديرية الإقليمية حول خطة العمل الإقليمية، وقد نظمت المديرية الإقليمية عدة لقاءات للتعريف بالبرنامج الوطني، كما تم إبرام 48 اتفاقية شراكة مهيكلة تروم توسيع العرض المدرسي، حيث يبلغ عدد المستفيدين من التعليم الأولي 5386 طفلا وطفلة، إضافة إلى تكوين وتوفير المربيات. البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، انطلاقا من التزامات المملكة وانطلاقا من الفصول 19-31-32-34 لدستور المملكة، وبناء على الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تهدف إلى مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وبناء على الرافعة الرابعة التي تضمن تأمين الحق في الولوج للتربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، وضعت وزارة التربية الوطنية مخططا وطنيا لتفعيل التربية الدامجة يشمل المدرس والمناهج والمقاربات وأنظمة التقييم، حيث تم إحداث أقسام جديدة على مستوى المديرية الإقليمية، منها قسمين من الثلاثي الصبغي بكل من مدرسة عمر بن الخطاب بشراكة مع جمعية دعاء، وقسمين من السم البكم والإعاقة الذهنية بكل من مدرسة المسيرة الخضراء وبجدور ومدرسة الحسن البصري بشراكة مع جمعية غدا للسم البكم. كما تطمح المديرية إلى إحداث أقسام جديدة خاصة بمرض التوحد. تنفيذا لالتزامات الوزارة المتضمنة في برنامج العمل المقدم أمام صاحب الجلالة يوم 17 سبتمبر 2018 بإحداث 80 مركزا للفرصة الثانية في أفق سنة 2021 المندرجة في سياق تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 في مجال ربط التعليم العام بالتكوين المهني وتوفير فرص التربية والتكوين من أجل الانتماج لليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة. تم إحداث مركز لقمان الحكيم، حيث بلغ عدد المستفيدين 110 في تخصصات الحلاقة، المعلوميات، الأشجار المثمرة والفندقة.
يهدف برنامج الدعم الاجتماعي بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين لجهة توريرت إلى تحفيز الطلب على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة، كما يهدف إلى تشجيع التمدرس والاحتفاظ بالأطفال داخل المنظومة التربوية، وذلك بغية تحقيق مبدأ الإنصاف بأبعاده الثلاثة، وهي أولا الدعم المادي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة برنامج تيسير، حيث بلغ عدد المستفيدين 16,339 تلميذ وتلميذة. ثانيا بنيات الاستقبال لإيواء التلميذات والتلاميذ خاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية وتوفير التغذية لهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي 285 تلميذ وتلميذة بالسلك الثانوي الإعدادي و 13,000 تلميذ وتلميذة بالسلك الابتدائي. أما المستفيدون من دور الطلاب فبلغ عددهم 379 مستفيد ومستفيدة. ثالثا النقل المدرسي، وذلك بتوفير الحافلات والدراجات الهوائية بتنسيق مع مختلف الشركاء، وقد بلغ عدد المستفيدين 1074 تلميذ وتلميذة. رابعا الكتب واللوازم المدرسية من خلال المبادرة الملكية مليون محفظة، حيث بلغ عدد المستفيدين 30,343 تلميذ وتلميذة. تفعيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة جديدة، مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع، وتنفيذا لمقتضيات السنة الدراسية 2018-2019 التي ينص على الإعداد الجماعي للامتحانات الإشهادية، وحفاظا على المكتسبات التي حققتها الأكاديمية في هذا الصدد، واعتبارا للأهمية التي تكتسيها عملية الدعم التربوي داخل المؤسسات التعليمية التي تهدف في بعدها الوظيفي إلى تحقيق جودة منظومتنا التربوية، اتخذت المديريات الإقليمية ومعها المؤسسات التعليمية جميع التدابير الكفيلة بدعم وتقوية التلاميذ على مستوى التحصيل الدراسي وتهيئهم لاجتياز الامتحانات الإشهادية في ظروف جيدة، وكذا العمل على معالجة الصعوبات التي يعانيها بعض المتعلمين وتجاوز كل أشكال التعثر الدراسي، مما أدى إلى الرفع من مؤشرات النجاح في الامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي الجاري والذي يعتبر رهانا تم تسليمه. وبالموازاة مع هذه التدابير والإجراءات وتفعيلا للرافعة 18 المتعلقة بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة، وفي إطار الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية عبر ترسيخ قيم المواطنة والتفعيل الأمثل للأندية التربوية بجميع أنواعها لما لها من أثر في التنشئة والتربية على القيم، تعتبر أكاديمية جهة الشرق الحياة المدرسية جوهر إصلاح التعليم، حيث حققت نتائج جد مشرفة في مختلف البرامج والمجالات، ونذكر على سبيل المثال برامج التربية البيئية والتشبيك الموضوعاتي في المجالات البيئية والأدبية والثقافية.